السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك خير رابح؟ طيب الحمد لله. أنا معك يا عبير. الصوت مرة بعيدا. أسمعك، صوتك واضح. تفضل يا عبير. يا أخ رابح، عندي سؤال وأبغاك تجاوب عليه. تفضلي. طيب بكرة الأيام يعني مع الزمن مع الوقت، طيب أها. انتهى كل شيء عندك، انتهت فلوسك، انتهى كل شيء، طيب إيه. كيف يعني بتمشي أمورك؟ كيف بتمشي وضعك؟ الحكومة البريطانية تصرف دعم للمحتاجين، سواء كنت يعني؟ سواء كنت بريطاني كم يعني أوكي. طب كم في السعودية يعني؟ يمكن 5000 ريال، 4000 ريال، حاجة تمشي كذا، بس تمشيك تعيش يعني. يعني في الشهر 5000 6000؟ إيه تقريبا. بس تعيش. يا ما تجد عمل، لو وجدت عمل مثلا تقطع، هذه مساعدة عمل، عرفتي؟ يعني إذا وجدت عمل خلاص ما له داعي تعطيك مساعدة يعني. طيب وهذا ترى نفس السكن. طيب اللي أنت فيه كيف؟ كيف نفس السكن اللي أنت فيه، نفس البيت اللي أنت يعني فيه، وش فيه؟ كيف يعني تعطيهم إيجارهم؟ كيف تعطيهم؟ هذا يجب أنت تشوف هذا 6000 راح تمشيك يا أختي. أنا ماني تاجر، ولا أنا جيت مناضل عن قضية بسبب قضية حقوق الإنسان. أنا قاعد أدفع ثمن. أنا الآن خطرت بنفسي وخطرت بحياتي، يعني أنا مجهز نفسي للموت أصلا. أنا معرض للاغتيال هنا في لندن، فماني مستكثر أني أعيش بفندق نجمة واحدة ولا نص نجمة بعد يعني. لا تحسبيني أنا أني والله طلعت كذا أبغى أعيش في فندق 5 نجوم وكذا. أنا راضي بفندق نجمة واحدة يعني. أيوة عارف، أنا عارف وضعك. طيب طيب انت ما فكرت ان في يوم قدر الله يعني عليك تعبت فجأة، مين راح يشيل لك؟ شكوى الله، وش تبيني؟ وش اسوي يعني؟ هذا قدر الله عز وجل. انت تبين تزوج؟ كل الاقدار شاي علينا. انت مطلقه انت يا اختي ابير، ولا انت متزوجه ولا لا؟ ايه انت متزوجه ولا لا؟ انا ايه؟ متزوج؟ لا ما انا متزوجه. خلاص تزوجيني، تعالي تساعديني هنا. اجل ساعديني هنا. لا انا ما متزوجه يعني. طيب أنا طيب خلاص تعالي. اذا انت رحمتني تعالي هنا تزوجيني، وابدا حتى لو مرضت تساعديني. قول انت لو مرضت تساعديني. يا اخي انا اضرب لك مثال. طيب وش الحل؟ طيب لا تعصب. ماني معصب، انا قاعد ارد عليك الان. انت الان تقولين لي يا رابح اذا انت والله مرضت، طيب يلا تتزوجيني حتى تساعديني اذا مرضت. لا انا ما راح، انا في ديرتي خلاص، انا في السعوديه وانت بعد. اذا انا لو الله قدر عليك هذا الله يعني. نرضى بقدر الله عز وجل. اذا مين راح يشيل لك؟ وش اسوي؟ اتصل على الاسعاف او شو اسوي يعني؟ انا عايش لحالي الان. طيب ها عايش كيف يعني؟ انت عايش لحالك صح؟ ايه. طيب يعني طيب في المستشفى مين راح يشيل لك؟ مين راح يعتني بك؟ قدر الله عليك مت. طيب يعني لا مت يا بنت الحلال، لا تخافون علي. أنا أموت في البحر هذا عند رب العالمين، ولكن هنا في الطوارئ، في الإسعاف، في الأمور هذه، لو صار لي شيء اتصل عليه. ولكن أنا أتفق معاك اللي عايش لوحده يعني. إذا كنت تقصدين لو جتني أزمة قلبية مثلا، تقصدين كذا ماذا؟ وش أسوي؟ ما في هذا الشيء قدري، ما لي قدرة فيه يا أختي، ما لي قدرة عليه. طيب يعني الآن وش الحل؟ ما في حل. أنا صح، أنا ما أدري يعني أنا ولا أنت قبل صح؟ واحد ما يكتب لك ده صح، بس انت ما اجى هذا الشيء الا جاء 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 جاء. ولكن هذه ضريبه الغربه والعزله، هذه ضريبه. شو نسوي؟ أيوة. ما في حل. طيب ما في حل. ما ندمت عليها؟ كيف؟ لا والله ما ندمت. لأن هذه اعراض جانبيه ضروريه، عرفتي؟ يعني وقتها يعني انت ما يعني تتمنى ان اهلك يكونوا جنبك؟ يا اختي هذا امر ضروري، ما في حل. اذا كنت تدافع عن قضيه تتعلق بالامه لازم تضحي. لازم يكون في ثمن. أنا دفعت ثمن من أجل الأمة، من أجل الأمة، عرفتي؟ ضحيت بوظيفتي، ضحيت بأهلي، ضحيت بأولادي، ضحيت حتى كوني خاطرت بنفسي. أنا معرض للاغتيال حتى في لندن، غير قضية أن يتعرض المرض، ممكن يغتالوني أصلا، عرفتي؟ فهذا الأمر كله في سبيل نصرة المظلومين، هذه الفكرة يعني. طيب راح يعني راح تستفيد شيء؟
ايه استفيد ان شاء الله الاجر من الله عز وجل ان شاء الله اذا الله رزقنا الاخلاص. نعم ايه ايه ان شاء الله استفيد الاجر من الله رحت عز وجل واوعي الناس، وهذا امر فيه خير، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، لاني داخل البلد ما اقدر امر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب ايش معنى الشعب كله ما سوى زيك؟ لان الشعب مقموع. ايه مقموع الشعب، الشعب مو مقموع، لا 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 مقموع، لا مو مرتاح. شوف عدد اللاجئين برا كثرانين الان، كل واحد كل كم واحد انشق؟ اسالك بالله، اسالك بالله يا اختي عبير، كم واحد انشق عسكري؟ انا اسالك سؤال، كم واحد؟ اسالك بالله. طيب قبل ما تساليني، قبل ما تساليني، انت تقول الشعب ارتاح. لا 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 لا، قبل النقطه، انت تقول الشعب ارتاح، ليش زادوا عدد اللاجئين والمعارضين في عهد سلمان بن عبد العزيز؟ جاوبيني، ليش زادوا؟ دقيقه لا لا، جاوبيني، زادوا عدد اللاجئين وعدد المعارضين؟ ما تقدرين تجاوبيني الحين، خلك انا بس انت ما عندك جواب، ما عندك جواب، تفضل. دقيقة أنا ما عندك سؤالين. راتبك الحين ضحيته ما ندمت عليه؟ لا والله. ها؟ ما ندمت عليه، بالعكس. راتبك في 30 ما ندمت عليه؟ أنا كرامتي أهم يا عبير، كرامتي أهم. راتبك في 30 ما ندمت على 30؟ ما ندمت عليه، كرامتي أهم. كرامتي أهم كرامتي. تجلس على 4000 5000 الديرة المربحة؟ نعم والله أجلس، أنا أنام على الرصيف ولا أكون عونا للظالم. أنا في السعودية، أنا في السعودية. طيب قد أكلف بأعمال أعمال فيها ظلم، وهذا فيها طيب شيء حرام. وين أمانتك على الدولة؟ شلون؟ وين أمانتك على الدولة؟ أنا الدولة خانت الأمانة، الدولة صارت هي الخائنة، الدولة خانت الأمانة، الدولة هي الخائنة. أنت الآن طيب دقيقة، أنت الدولة طب قبلها ما حكيت، طب الدولة أمنوك على أشياء كثيرة؟ أمنوني وقمت بالأمانة زين، والحمد لله وخدمت المواطنين، ولكن لما الدولة بقت طلبت مني طلبات فيها انتهاك حقوق الإنسان تركت الدولة. نعم. طيب إيش الباقي ما تركوها؟ كيف؟ باقي جوب في ناس جبناء، أنا ماني مسؤول عن الناس، أنا مسؤول عن نفسي. أنا مالي، أنا ماني مسؤول عن الناس يا أختي، أنا مسؤول عن نفسي. أنا قرأت القرآن والله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، زين ولا لا؟ وشفت الظلم زين ولا لا؟ وما بغيت أكون شريك مع الظالم وتركت الدولة. أما الناس الثانيين اللي بقوا اسأليهم أنت، ولكن أنا أقول لك أنا مو معناته إني أفضل واحد، ولكن أنا رجل شجاع إن شاء الله. أنا عندي شجاعة إني أقف وجه الظالم. الكثير من السعوديين ليس لديهم شجاعة وفيهم خور وجبن، هذا الفرق. طيب يعني انت الحين يعني تبغى تعلم الشعب؟ اي علم الشعب، نعم علم الشعب، لان الشعب في جهل وفي جبن زي نعم، وانا وعيهم وسلط الضوء على المشاكل. طيب الشعب مرتاح؟ ما مرتاح. طيب ليش عدد اللاجئين ليش زادوا؟ انت وين شغاله يا اختي عبير؟ وين شغاله انت؟ انا؟ اي انا شوف الحمد لله. انت مطلقه كم يمشي لك؟ كم يمشي لك انت مطلقه؟ دقيقه انا ممرضه الحمد لله. كم يمشي لك؟ كم يمشي لك؟ انت ممرضه؟ دقيقة أنا ممرضة. إيه. شوف راتبي 17. طيب الممرضات الآن كم نسبة الفلبينيات موجودات الآن يا عبير؟ إيش؟ الفلبينيات اللي مليات المستشفيات كم نسبتها؟ كم رواتب الفلبينيات عندك؟ يا أختي جاوبيني، أنا أسألك عن الفلبينيات، لأن في عندنا عاطلات ممرضات عشرات الآلاف ومئات الآلاف، عاطلات تخصصات مختبر وتخصصات صحية، زين ولا لا؟ عاطلات عن العمل. أنت الآن يا عبير تقول لك ممرضة، ما أنت شايفة الممرضات اللي مليات المستشفيات؟ جاوبيني. ايوه طيب انا ليش الدولة ليش هذه الدولة ظالمة؟ ليش الدولة ما تشيل الممرضات الفلبينيات وتوظف كلنا سعوديات؟ ليش؟ هذا مو ظلم؟ هذا من اسباب خروجي على الدولة وانتقادي للدولة، في ظلم حتى في التوظيف. طيب كفاية الدولة توظفت يعني كثير. لا 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 يا اختي، لا شو انت معترفة، انت معترفة تقولين في فلبينيات كثير، انت تقولين في الدولة كثير. انت باي مستشفى يا عبير؟ اي مستشفى؟ انت جاوبيني، اي مستشفى؟ انت باي مستشفى؟ انت باي يا عبير؟ عبير انت باي مستشفى انت الان؟ دقيقة انا في مستشفى عام. أي مدينة، أي مدينة؟ أنت مدافع عن الدولة، ما أعتقد يجيك شيء، ما يجيك شيء. أي مستشفى أنت؟ يا عبير، يا عبير خلي راتبك 100,000، أنا أسألك أي مستشفى أنت؟ أنت الآن دافعين عن الدولة، ما أنا مرتاح، ما عليك خوف، أنت أي مستشفى أنت؟ شوف أداوم 7 ساعات. يا عبير جاوبيني، أنت ممرضة سعودية، أي مستشفى؟ جاوبيني، أي مستشفى أنت؟ أنا مستشفى عام. أي مستشفى؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ مستشفى جنوبي، مستشفى يا بنت الحلال، ما عندي وجهك خوف، انت خايفه ليش؟ الدوله تدافعين عن الدوله. انا خايفه، انا ماني خايفه. شو اسمه؟ طيب شو اسم المستشفى؟ مستشفى يعني اشتغل. طيب يا بنت الحلال عادي، انا ببريطانيا، بجيك هناك، ما في شيء. انت مواطنه يا اختي عبير، انت مواطنه سعوديه تدافعين عن محمد بن سلمان، ما راح يجيك الجمس الاسود. علميني اي مستشفى انت شغاله فيه. طيب ليش؟
ابي اعرف نسبه الفلبينيات اللي بيسال الناس وبيسوي بحث. الفلبينيات 7000 8000. ابي نسبه الفلبينيات كم نسبتهم بين الممرضات؟ هن كثر ولا لا؟ كثيرين ولا لا؟ ايه كثيرين. طيب كم عدد السعوديات العاطلات؟ كم عدد السعوديات العاطلات اللي معاهن تخصص تمريض وتخصصات صحيه؟ ليش محمد بن سلمان ما يوظفهم بدال الفلبينيات؟ يلا ليش؟ طيب بعضهم يعني اوظف ناس ما عدوا في الاختبار. شلون ما عدوا في الاختبار؟ عاطلات العمل، بكالوريوس ودبلومات صحيه، بنت الحلال، بنات الوطن ما عدن، يعني الفلبينيات عدن. يعني 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 يا اختي يا اختي انت الان الان يا اختي كم الان معقوله بنات الوطن خليتين غبيات؟ بنات الوطن عندهن مؤهلات وذكيات زين ومجديات. انت الان احنا نثق في الفلبينيات يعني الفلبينيات الان اذكى. يا اختي يا اختي انت لا، هذا كلام فردي. لو النسبه قليله يا اختي عبير ارجوك ركزي بكلامي. كلامك هذا صحيح لو النسبة قليلة. أنا ما بيقول لك كل السعوديات عدن يعني مع الاختبار هذا. نعم في سعوديات يسقطن، ولكن عندنا ملايين العاطلين والعاطلات في البلد، ملايين. معقولة كل ذولا فاشلين بالاختبارات؟ كل ذولا مو مفتحين؟ لا، المشكلة ما في أرقام. محمد بن سلمان يوظف الفلبينية حتى يعطيها راتب قليل، لأن السعودية اسمعيني اسمعيني لأن ما يبغى يعطي 15000 اللي تستلمينها. ما يا عبير عبير أنت تقولين تستلمين 15000، الفلبينية كم تستلم ممرضة؟ ما راح تستلم 15000. فهو محمد بن سلمان فهميني فهميني محمد بن سلمان طماع طماع زين ولا لا؟ وظف الفلبينيات حتى يعطيه الرواتب قليل. تتمنى زي السعودية، تتمنى توصل زي السعودية. يقول لك بنات الوطن عاطلات. طيب عندك نقطة ثانية؟ خلاص عندك نقطة ثانية؟ كيف يعني؟ عندك إضافة ثانية ولا خلاص؟ أنت اعتراضك على محمد بن سلمان ليش؟ على سياسته السيئة، حرب اليمن وحصار قطر وقتل خاشقجي وفرض الضرائب العالية، عرفتي؟ طيب. كل كل لا البنات الآن يبيعن شاي جمر، وفي بنات وقعن بالدعارة، عرفتي؟ طيب الضرائب الباقية في كل الدول. لا 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 لا، احنا الدول فيها تمثيل، فيها تمثيل سياسي، انك تختار الحاكم. هذا الدول المتحضرة زين ولا لا؟ طيب الكويت فيها ضرائب؟ الكويت ما فيها ضرائب، ليش بس احنا؟ يلا رواتب القطريين الان يرضيك؟ الكويت والله العظيم افضل منا 100 مره. اقل شيء عندهم مجلس امه ويتلتلون الوزراء زين ولا لا؟ والكويت ما فيها ضرائب. قطر الما بلاش، وفواتير الكهرباء بلاش، ورواتب عاليه فلكيه جدا. حنا لا، لا رواتب زي الناس، وضرائب عاليه، وشعب فقران، والبنات ما عندك راتب زي الناس؟ كيف؟ راتبه في 30 كان ما عندك. هذا انا ما اكلمك عني، انا اكلم عن معظم الشرائح المجتمع، الموظفين. ما اكلمك عن نفسي. شهادتهم ايه؟ يا اختي انت مشكلتك، والله شهاداتهم بعضهم مع دكتوراه يا اخت عبير، بعضهم مع يا اختي يا اختي. الشعب السعودي اكثر شعب، اكثر شعب مؤهل ترى الشعب السعودي، اكثر شعب. وشهاداته من ماجستير ودكتوراه من امريكا وبريطانيا وكندا، والله عاطلين عن العمل، معهم شهادات جامعيه من ارقى الجامعات العالميه. اسمع الدكتور السعودي كم راتبه يا اخي؟ لا تعطيني امثله كم راتبه الوزير كم راتبه. انا اكلمك عن يا اخت عبير، انت ما تفهمتني. انت الان تقولي لي يا رابح انت كذا، ولا اكثر من راتبي، وانت في ناس اطباء وفي طبيبات. احنا ما نتكلم عن الطبقة الموظفة، هذه نسبة قليلة في المجتمع. احنا نتكلم عن اللي يبيعون شاي جمر، نتكلم عن البنات اللي يغسلن سيارات، نتكلم عن البنات اللي تسولن. في بنات اكتبي جوجل يطلع لك، وانا لمقطع بقناتي سعودي يتكلم عن سعوديات، وموجود المقطع متداول في يغسلون سيارات. ايه وفي خدامات سعوديات على فكرة، خدامات سعوديات زي. انا اتكلم عن الطبقة الكبرى. لا تتكلمين تقول لا والله انا والله مرتاحة يا رابح. طبعا انا كنت مرتاح زيك. انا اتكلم عن الطبقة الكبرى. محمد بن سلمان خلاص خلى البنات عسكر خلاص. ايه اخذ ارقام رجال، ايه اخذ ارقام رجال واعطاها. هذه شنو؟ ايه صار رجال عاطلين كذا. هذا فن. هذا يا بنت الحلال، رجال صاروا عاطلين وعطى ارقام رجال للبنات. هذا فكر يا بنت الحلال. شكرا شكرا يا عبير، شكرا. انا طولت معاك بالحديث، شكرا لك، فكرتك واضحه، شكرا لك.